يعني يصحى تاني، حاجه جميله جدا جدا. اللقطات اللي قدامكم ديت الفريق ان شاء الله بيستعد للتدريب، الحصه التدريبيه ان شاء الله اللي هيتمرنها الفريق فور وصوله. الحمد لله طبعا الفريق وصل، وهنطمنكم على كل حاجه دي ان شاء الله، والفريق بيستعد لحصته التدريبيه. عايز اقول لكم ان الجمهور وقف مع شريف اكرامي واقفه، يعني طيب نعلق على الصوره ونرجع تاني نتكلم على جمهور وكان دوره مع شريف اكرامي ايه. طبعا اللعيبه بتستعد في فندق الاقامه، بيستعدوا لمغادره الفندق علشان يأدوا تدريبهم، وان شاء الله الكلام ده قدامكم على الهواء دلوقتي حالا. ان شاء الله يكون معانا امير هشام عشان يقول لنا كل حاجه لحظه بلحظه، زي ما احنا متعودين معاكم ان احنا نقدم لكم كل حاجه من قلب الحدث. انتوا عارفين لو نعرف نعمل لكم ايه هنعمله، فالمتاح دايما بنحاول نقدمه لحضراتكم. ان شاء الله يبقى معانا امير هشام، ده وليد سليمان، ده محمد نجيب، احمد ايوب، يعني كل الناس على قدم وساق استعدادا للتجربه اللي عارفه ان هي، او اللي عارف ان هي هتفرح كل الاهلاويه او كل النادي، كل اللي بينتموا للشعار، كل اللي بيستظلوا بشعار النادي الاهلي ان شاء الله يفرحوا باذن الله، زي ما قلت لكم بدعوات كل الاهلاويه بمجهود اللعيبه والجهاز الفني والاداري وكل المنتمين النادي الاهلي بصراحه، ان شاء الله يفرحونا يوم السبت اللي جاي. احمد الشيخ، حسام عاشور، ازارو، هاني معلول، احمد عادل، يعني كل الرجاله، عم حارس طبعا هيكون النادي الاهلي الجميل. عم حارس ده مين؟ ده اجاي جونيور اجاي، عشان اجاي ما بيبانش يعني جونيور اجاي. وده طبعا سعد سمير هناك مع عبد الله السعيد، ولا علي معلول ده؟ عبد الله السعيد متهيألي، كابتن سعيد. ان شاء الله تفرحونا يا رجاله، وحسين السيد، ميدو جابر. شايفين الوشوش عامله ازاي؟ الوشوش يعني ندفد، الوشوش حاسه باهميه المباراه. يعني كنا عاملين من شويه كده بنشوف التقرير اللي هنقدمها لحضراتكم، الوشوش حاسه بقيمه المباراه، كله مركز قوي، مش زعل، لا ده تركيز، وتركيز قوي قوي. ان شاء الله يعني تفرحونا يا رجاله باذن الله. طيب يعني انا كنت عايز اتكلم على الجمهور، وهنتكلم عليه يعني حاجه قدمه امبارح، نموذج مشرف، نموذج يتعلم منه كل اللي عايز يشجع، نموذج لكل الجماهير في كل الدنيا، للجمهور الوافي قوي، الجمهور اللي ما بيروحش لفرقته على الفاضي والمليان، الجمهور اللي عارف ان فرقته محتاجاه قوي ووقفته معاها هتكون بتديله كل المعنويات الايجابيه، عشان كده راح وصمم، والحمد لله ان هو راح وادى نموذج للتشجيع عشان يقول لكل الناس المسؤوله يا جماعه لازم نرجع للملاعب تاني، الملاعب بجمهور غير خالص، الملاعب من غير جمهور جسد بلا روح فعلا. ما تسمعنا يا بيبو كده الجمهور وابو افريقيا يا اهلي كده، نفكر الناس بالجمهور، يلا. شفتوا حلاوه الجمهور؟ هنتكلم عليها ان شاء الله بعد ما نشوف ده لقطات يعني حصريه، لقطات على الهواء دلوقتي قدامكم. كابتن سيد عبد الحفيظ، الشناوي، حمودي، طارق سليمان، كل الناس، كابتن حسام البدري الشعلالي، يعني كل الناس. بصوا الوشوش تاني، باكد على الوشوش وتركيزها، عارفين ان هي مباراه كبيره جدا، عارفين ان هي مباراه مصريه. سيد معوض، ان شاء الله كل التوفيق ليكوا كلكم باذن الله. ده صالح جمعه هو رايح هناك، تدريبه هتبقى طبعا تدريبه خفيفه طبعا علشان السفر، بيكون فك كده للعضلات، شويه سبرنتات خفيفه. يعني هنشوف برضو مع امير هشام تفاصيل التدريب ان شاء الله لما يوصلوا للملعب التدريب، لغايه لما يجي لنا امير. اقول لكم اخبار بسرعه جدا، ان النادي الاهلي او كابتن حسام البدري تحديدا بيفرض سريه تم على تدريب او على البعثه عموما. الاهلي يفرض السريه على البعثه في تونس، فرض النادي الاهلي السريه على بعثه الفريق الاحمر في تونس بعد ان وصلت البعثه اليوم الخميس.
المهندس محمود طاهر بيقول استقبال اكثر من رائع للسفير المصري في تونس لبعثه الاهلي. المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي رحب بالسفير نبيل الحبشي سفير مصر في تونس خلال استقباله لبعثه الفريق في مطار قرطاج ظهر يوم الخميس. واشاد طاهر بالتعاون الكبير من جانب السفاره المصريه في تونس برئاسه السفير نبيل الحبشي مع النادي الاهلي وجهودها الكبيره في تذليل اي صعوبات امام البعثه. ووجه محمود طاهر الشكر للسفير المصري في تونس على تعاونه مع الاهلي وتوفير كافه سبل الراحه للفريق. ومين ما يحبش يساعد النادي الاهلي يا باشمهندس محمود؟ اكيد كله طبعا بيتمنى ان هو ياخد النادي الاهلي وبيذلل له كل العقبات. شكرا جدا جدا للسفير المصري نبيل الحبشي في تونس. انباء عن غياب حارس الترجي، هو خبر مش هيهمنا كتير، يعني احنا مركزين احنا في فرقتنا ولاعيبتنا وعناصرنا مش هيهمنا كتير، لكن هقول لكم الخبر. الحارس المخضرم المعز بن شريفيه عن فريق الترجي التونسي هيغيب ان شاء الله او ممكن يغيب عن مباراته اللي هتجمعه بالاهلي يوم السبت المقبل بدوري ابطال افريقيا. الصحفي عماد بن عماره قال ان بن شريفيه تاكد غيابه عن مباراه لظروف صحيه مفاجئه. وقال بن عماره ان الاصابه التي كان يعاني منها المدافع علي المشاني وغاب على اسرها عن مباراه الذهاب بالاسكندريه الاسبوع الماضي انتهت بتعافي اللاعب وعودته لمران اليوم الخميس. اهلا وسهلا بي. وعن الانباء التي ترددت عن غياب طه ياسين الخنيسي مهاجم الفريق، قال الصحفي المهتم بتغطية أخبار الترجي أنه لم يتم حسم موقفه بعد، هناك شكوكا بشأن مشاركته في مباراة الرد وسيتم حسم موقفه خلال الساعات المقبلة. احنا عايزين نركز مع فرقتنا، انا بقول لكم بس الأخبار اللي هي على الساحة، لكن احنا مركزين مع فرقتنا. ده شريف إكرامي وأحمد عادل قدامكم مركزين مع فرقتنا ومع لعيبتنا. كابتن حسام أكيد كلم اللعيبة، أكيد فرجهم على كل صغيرة وكبيرة في فريق الترجي، أكيد فرجهم على المباراة السابقة الأهلي والترجي اللي انتهت بتعادل إيجابي هدفين مقابل هدفين، مباراة الذهاب أكيد شافوا سلبياتهم وإيجابياتهم، أكيد تعلموا الأخطاء، أكيد الفرجة يا جماعة بتبقى مهمة جدا، الفيديو بيبقى مهم جدا، تشوف نفسك في الملعب على الطبيعة بالفيديو بعد المباراة مهم جدا جدا عشان تعرف أنت كنت واقف إزاي، وقفتك كانت صح ولا غلط، أزاره يشوف الفرص اللي ضيعها، يشوف الفرص اللي خلقها بمجهوده، الجون اللي جابه، إصراره، شوف ضربة الجزاء اللي جابها بقطعة أكثر من رائعة، نشوف ضربة الجزاء برضو الحكم ما حسبهاش، في التسللات الحكم ما حسبهاش، إحنا كان وقفتنا صح عشان بس ما حدش يقول كانت وقفة لعيبتنا تلاقي غلط. المهم الفيديو مهم جدا جدا للعيبة، أكيد الكابتن حسام قعد معاهم أكتر من مرة، أكيد اتكلموا في كل الفنيات والإيجابيات والسلبيات اللي حصلت في المباراة السابقة كانت في استاد برج العرب، أكيد كمان اتكلم عن سيناريو المباراة القادمة إن شاء الله يوم السبت في رادس، أكيد كمان اتكلم عن سيناريوهات فريق الترجي وممكن يقابل النادي الأهلي إزاي، أكيد كان كل الكلام ده مطروح أمام لاعبي النادي الأهلي. أكيد كمان الكابتن حسام بدري حفظ اللعيبة حتى بالكلام، يعني ممكن أتكلم كمان في الطيارة لو عايز كمان أتكلم، ممكن أتكلم مع كل لاعب لوحده، المهم حفظ اللعيبة هنعمل إيه الماتش اللي جاي، حفظ اللعيبة وحفزهم. أكيد الجمهور يعني كان حاجة جميلة جدا، أكيد بتبين طبعا لعيبة النادي الأهلي عارفة، بس أكيد بتبين قد إيه الجمهور مستني اللقاء ده. أكيد عارفين كلنا النادي الأهلي لما بيدخل في أي تحدي الحمد لله رب بيكون له الكلمة العليا، الحمد لله رب يدوم يعني علينا النعمة دي، إن شاء الله يكونوا قد المسؤولية زي ما هم معودنا، زي ما هم معودين الجمهور. زي ما قلت لكم كنت بتفرج على تقارير اللعيبة تحس إن هي مكشرة قوي، ده تركيز يعني، ده حذر، ده يعني عارفين أهمية المباراة إزاي، مباراة كبيرة جدا، مباراة مش سهلة، لكن لعيبة النادي الأهلي إن شاء الله يسهلوها عن نفسهم، إن شاء الله. مش عايز أقول سيناريو المباراة اللي أنا شايفه، لكن إن شاء الله تكون مباراة أكيد كبيرة، إن شاء الله تكون مباراة مش هقول صعبة، هي صعبة فعلا، لكن النادي الأهلي زي ما قلت لكم إن شاء الله يسهلها على نفسه، إن شاء الله يكون النادي الأهلي مركز قوي، يكون لعيبة في كل الخطوط في الفورمة العالية بتاعتهم، يعني يكونوا في قمة اللياقة البدنية والفنية والذهنية والمعنوية بتاعتهم. كابتن حسام كمان إن شاء الله يكون في قمة اللياقة الذهنية بتاعته عشان يعرف يدير الماتش كويس مع الكابتن أحمد أيوب، مع سيد معوض، مع طارق سليمان. إن شاء الله شريف إكرامي يرجع تاني بسرعة جدا، لشريف إكرامي الحارس السد المنيع للنادي الأهلي،
ان شاء الله كمان الشناوي واحمد عادل يكونوا مركزين مع شريف اكرامي، ايا كان يا جماعه مين اللي هيقف، ايا كان ده الفريق في طريقه للتدريب. الاجواء في تونس دايما يعني بيبقى فيها يعني تبقى برد شويه. نشوف ان شاء الله، نشوف مع امير هشام كمان، هو طبعا هيكون هناك في قلب الحدث. لما امير يجهز قولوا لي، هيكون في قلب الحدث هيقول لنا على كل حاجه، والمعسكر وال يعني الفريق لما نزل المطار، لما دخل فندق الاقامه، اللعيبه شكلهم استعداداتهم، كابتن حسام عمل ايه، يعني طبعا الوصف التفصيل لما يكون هناك هو يبقى احسن مننا بكتير ان شاء الله. واللعيبه ماشيه يفتكروا الذكريات بتاعتهم، يفتكروا ابو تريكه، وليد سليمان، ناجي جده، يفتكروا كل الكلام ده. اكيد الكابتن حسام كمان عرض لهم الفيديوهات كلها حاجات تحفيزيه، حاجه بصراحه يعني الله يكون في عون اللعيبه. احنا قاعدين هنا انا عمال اجمع في كلام، الواحد دخل في اجواء المباراه حاسس ان احنا رايحين نلعب. مش عايز اقول لكم الاحساس بقى عامل ازاي، الاحساس بالمسؤوليه. الله يكون في عون اللعيبه يا جماعه، فعلا لازم تعذروا اللعيبه الكبار، لعيبه النادي الاهلي اللي بقوا حاسين بالمسؤوليه، حاسين ان وراهم جمهور، حاسين ان الموضوع مش صغير، مش نادي عادي، مش جمهور عادي، مش مباراه عاديه، مش بطوله عاديه، بطوله بقالها يعني بالنسبه للنادي الاهلي بقالها كتير قوي غايبه عنه الفتره. مش كبيره قوي، لكن بالنسبه للنادي الاهلي وجماهيره بقالها كتير قوي غايبه عنه. فاعذروهم، اعذروهم، ودايما التمسوا لهم الاعذار. لعيبه رجاله في كل المواقف، في كل الازمنه، لعيبه النادي الاهلي دايما تقبل التحدي وبتفوز بيه، لكن احساسهم اللي من جواهم صعب قوي ان انا اوصفه لكم. احساس ان هو بيلعب في النادي الاهلي، بيلعب باسم نادي كبير جدا، باسم جماهير ما بتقبلش غير المكسب، واحنا قلنا ان ده حقهم اكتسبوه على اطار الفتره اللي فاتت كلها، او من الازمنه اللي فاتت كلها، ان النادي هو اللي معودهم على كده، اللعيبه هي اللي معودهم على كده، عشان كده هم دايما ما عندهمش خيارات غير خيار المكسب وبس. طيب هنطلع فاصل عشان نستقبل نجم النادي الاهلي الكابتن مصطفى كمال. فاصل، استنونا.